ابشروا هتنسى المجهول. يا من داوود يا دكتور اين رواه تنسى المجهول. وقد تفاءلنا كثيرا بعد نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وحينها صرحت قيادات الدولة والحكومة بالتزامها بصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين وكذا مرتبات الجيش الوطني والأمن والمقاومة في كل محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية حتى تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وفي 20/12/2016 وجه دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مذكرة للأخ وزير المالية بمعالجة مرتبات العاملين والمتعاقدين في محافظة تعز اعتبارا من الفصل الأخير 2016، يعني سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، ولم يحدث من ذلك شيء على اثر فعاليات النقابات التي دعت اليها هنا. بعد ذلك فوجئنا بتصريحات للاخ نائب رئيس الوزراء وزير الخدمه المدنيه عبد العزيز القباري بان الحكومه الشرعيه ستصرف مرتبات لما قبل ديسمبر، لان صرف المرتبات قبل ديسمبر مسؤوليه الانقلابيين. ومع هذا كله هذا التصريح تصادم مع تصريح رئيس الوزراء المشار اليه انفا فيما يخص محافظه تعز وأضرار الموظفين، فإن هذا الأمر لم يتم حتى الآن، حيث صرف للتربويين في 9 مديريات فقط مكتب التربية الرئيس، ولم يصرف لبقية الموظفين التربويين ولبقية موظفي المحافظة، ولبقية موظفي المحافظة لم يصرف لهم ولا ريال في الوقت الذي صرفت مرتبات الموظفين بشكل عام حتى نهاية مارس في جميع المحافظات المحررة بما فيها لحق. هناك مدارس قريبة من مدارس الشمعتين هذه استلمت، ومدارس الشمعتين لم تستلم في الوقت الذي صرفت مرتبات كل الموظفين في شهر مارس في جميع المحافظات المحررة. الأخوة والأخوات، طالعتنا يوم أمس وسائل التواصل الاجتماعي أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم السبت 8/4 قرر بالإجماع تسليم رواتب المدنيين في محافظة تعز مع رواتب القطاع المدني في المحافظات المحررة. وعليه في الوقت الذي نرحب بهذا القرار، إلا أنه أحد مطالبنا، فإننا نطالب بتنفيذ القرار، لا نطالب بقرارات على الورق، نطالب بتنفيذ القرارات على الميدان. الإخوة والأخوات جميعا، نقول لولاة الأمر من مسؤولينا ولمن يهمه أمر اليمن بما فيها تعز، نحن خرجنا من أجل رواتبنا، خرجنا من أجل مرتباتنا مصدر عيشنا، ولسنا دعاة فوضى ولا تفتيت ولا تمزق. وأنتم تعرفون أن صرف رواتبنا يمثل شيء كبير من الاستقرار النفسي والمعيشي لحوالي 58,000 موظف في هذه المحافظة، هم وأسرهم والمجتمع بأسره، من خلال دورة المال التي ستعود بالخير على الجميع. وبالتالي فإن مسؤوليتكم الدينية والإخلاقية والدستورية تحتم عليكم النظر إلى ما تعانيه تعز من إشكالات وتعملون على حلها، وكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته، وأول حل صرف مرتباتنا. وعليه نأمل صرف مرتبات محافظة تعز جميعا لجميع الأشهر السابقة دون تقصير ولا مرحلة أو تسويف. رمضان على الأبواب، والناس هنا لم تتسلم مرتباتهم الأكثر من 6 أشهر. مقدرين لكم إذا صرفتم مرتباتنا. والله ولي الهدايا والتوفيق. أكثر من نصف عام ونحن نطالب بصرف رواتب الموظفين في محافظة تعز أسوة بزملائنا في المحافظات الجنوبية، ولكن الحكومة تقابل هذه الوقفات والاحتجاجات بصمت عارم. لا نعرف السبب هذا الصمت، ونحن نقول للحكومة لا يمكن للموظف أن يمسك القلم ويداه ترتعش من الجوع، لا يمكن للموظف أن ينمي إبداعات تلاميذه وأولاده يتضورون جوعا. مطالبنا هي راتبنا، قوت عيشنا اللي هو قوت أولادنا، يعني نشتي حقنا.
لهذه 7 شهور إلى الآن ولا راتب، كل يوم وعود، كل يوم رواتب بالتلفاز فقط، رواتب بالتصريحات فقط، ما فيش راتب حقيقي. هذا اللي نشتو حقنا، غير حقنا ما نشتوش، غير حقنا ما نشتوش. قلت أولادنا ما نفرط فيه أبدا. نحن منذ 7 أشهر لم نتحصل على رواتبنا، تم فتح المكاتب بمجهود ذاتي. لدينا أولاد في المدارس في الجامعات، ونحن الآن نطالب من الحكومة الشرعية صرف رواتب كل الموظفين. فلماذا أبناء محافظة عدن يتحصلون على رواتبهم كاملة ونحن الآن 7 أشهر لم نتحصل، ونحن واقعين تحت الحصار؟ طبعا نحن هنا لنا حوالي أكثر من شهر وأسبوعين نمارس حقنا الشرعي والقانوني في الاعتصامات اليومية والاحتجاجات اليومية، نطالب بصرف جميع مستحقاتنا المتأخرة من المرتبات الشهرية، أسودا بما تم صرفه في المناطق الجنوبية لإخواننا وزملائنا وأصدقائنا في منطقة الشرق الجنوبية. طبعا الكل يعلم أن محافظة عز قدمت تضحيات غالية وثمينة من أجل الدفاع عن الوطن والدفاع عن الشرعية والدفاع عن الديمقراطية، ولا ينبغي أن يكون التعامل مع محافظة عز وأبنائها بهذا الشكل الذي لا يليق بما تقدمه تعز وما تقدمه من تضحيات ومن خسائر فادحة في الأرواح وفي المباني وفي كل شيء. يعني احنا هنا موجودين اليوم لنطالب برواتبنا، وانا من موظفي مؤسسه المياه والصرف الصحي بتعز، ولنا اكثر من سنه وشهرين ما نستلمش رواتب، اضافه الى المدرسين وبقيه الموظفين 7 شهور بدون رواتب. معاش المتقاعدين العسكريين، ها 8 شهور، 8 شهور نشتي من عبد الرب منصور على المعاش حقنا.